تكونوا كستمتعوا بالاختيارات الغنائيه اللي كنقدموا لكم. استمتعنا بصوت الفنانه القديره لطيفه رأفت وهي مثال المراه المغربيه للام التي صراحه يعني سواء يعني من بين المغربيات اللي بقاو محافظين الفنانات اللي بقاو محافظين على الاصاله ديالهم واخا كتجدد في الاغاني ولكن دائما مثال المراه المغربيه محافظه على الاصاله ديالها المغربيه من ناحيه اللباس يعني مفخره لجميع النساء المغربيات. فكنوجه لها تحيه كبيره. نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه وغادي ناخذوا سناء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك سناء العنباري؟ لاباس عليك. الحمد لله سبحان الله. ملي كتكون نية طيبة ديال المستمعات مباشرة يعني كيخبط لهم الخط ملي كيكون شي نداء ديال المستمعة طلبت شي اقتراح ولا شي شهوة. فشكرا لك بزاف سناء العنباري. بارك الله فيك. تحية ليك وتحية لجميع المستمعين والمستمعات كاملين. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. بارك الله فيك. نعطيك واحد الحلوة بمناسبة 8 مارس. ايه ونعطيك بيتزا. واخا ولا بقى الوقت نعطيك شنيك. واخا واخا غادي نحاولوا ان شاء الله. نبداو قلتي بالحلوة. ايه هذا اهداء المرأة المغربية فين ما كانت. ايه انت راه بسيطة ما فيهاش مقادير كثيرة ولكن راه كتجي زوينة. واخا انت كتاخذي اول شيء كتاخذي اطار يكون مربع او دائري او اللي عندك. كتوضعي مباشرة في اناء التقديم. كتاخدي جوج باكيات ديال البسكوي اللي فيه الحمر والخضر. كطحنيهم مزيان وكتغرب ليهم. كتاخدي 3 المعالق ديال الزبده كتخدميها بيدك. المهم حتى كيولي كطاطا بسكوي. من بعد كتوضعي في الاناء ديال التقديم في الاطار في داك الاطار. من بعد كتاخدي علبه ديال الفرماج المربع 16 القطع. كتضيفي ليه تقريبا 250 غرام ديال كريم فريش. كتربيهم مزيان بالطراب الخلاط الكهربائي حتى كيطلع مزيان. ومن بعد كتوضعيه فوق داك البسكويت اللي درنا. نديرو طبقه ثانيه. هي كندخلها للثلاجه. كناخذ 250 غرام ديال الفريز. كنضيف ليه تقريبا ربع كاس ديال الماء. كنديرو يتطحن في الخلاط. من بعد كنضيف تقريبا 2 معالق ديال السكر. ممكن يبقى على حسب الذوق. في الكريم فريش كذلك يعني على حسب الذوق يبقى تقريبا 2 معالق ديال السكر. المهم كل وحده على حسب اللي بغات. المهم كناخذ الفريز كنطحنوه مع تقريبا ربع كاس ديال الماء. كنضيفوا ليه السكر على حسب الذوق وكناخذ تقريبا 2 الورقات ديال الجيلاتين. كنذوبوهم في الماء وكنوضعوا مباشره في داك الفريز. كنخلطوا مزيان وكنوضعوا ثانيه طبقه ثالثه فوق داك الفرماج. هي الجيلاتين كيقبط هذوك يجيو لي طبقه ديال بلا ما نطيبوا الفريز ولا شي حاجه غير الجيلاتين كنوضعوا نيشان على الفريز. كنطحنوه مع نص كاس ديال الماء وقلتي لنا ربع كاس ديال الماء ونضيفوا جوج ورق ديال الجيلاتين بعد ما كنكونوا درناهم في الماء. ايوا وكنوضعوا السكر كيبقى على حسب الخلطه على حسب كل واحد. واخا صافي كنوضعوا كطبقه ثالثه وكنوضعوها في الثلاجه فكيقبض في راسو. من بعد كناخذ شويه ديال الفريز هكا كيكون صايل كنقطعوا في شكل اللي بغيت وكنوضعوا في الجنب. واخا كنخلي حتى كتجمع كامله كنقدروا بالصحه. يعطيك الصحه. هي كتجي هادو فرديين هكا. يعطيك الصحه وسهلين بالعجين ديال البسكوي. نمشيو الى سمحتي عافاك نمشيو لشناك مباشره الى عندك واجد. واخا واخا لانه كان طلبات كثير عليه وديك الساعه بقى الوقت ناخذوا لاباط من عندك. انت كنديروا كيلو لاروب ديال الطحين. شويه ديال الملح. شويه ديال الخميره معجونه. كنديروا خماره حمراء. المهم كنديروا فاني. جوج المعالق كبار ديال السنيده. معلقه ديال الخل. 100 غرام ديال الزبده. كنجمع هادشي كلشي بالماء دافي كنعجنها عادي وكنتركها تقريبا 10 دقائق حتى كتخمر. كناخذ تقريبا 300 غرام ديال الزبده كنقسمها على 3. كنورق العجين وكنوضع الربع الاول ديال الزبده وكندخلو للثلاجه. كنعاود ثاني نجبدها وكندير الربع الثاني وكندخل. المهم كتكمل هاد العمليه كنديرها 3 المرات يعني نقسمو الزبده على 3 المرات. من بعد كنسرح العجين كنقسمها على 2 كنسرحها. كناخذ اما لي فخوي كونفي او الشوكولات مقطع وكنوضع على داك سميتو العجين وكنبدا نلوي فيها. صافي. من بعد كنوضعها في الثلاجه حتى كتقصح في المجمد حتى كتقصح تقريبا واحد ربع حتى نص ساعه. من بعد كناخذ الموس يكون هكا حاد وكنبدا نقطع به بحال الشناك. كندهن اللاطه وكنوضع الشناك. من بعد حيت كيخمر كندهنو بصفر بيضه مع شويه الحليب ولا هذا كندهنو كندخلها الطيب. نفس العجين كتبقى نيف. كناخذ هذه الكريمه فيها 100 غرام ديال اللوز بودره. اللوز مطحون. كندير 100 غرام ديال الزبده
و100 غرام ديال السنيده واحد شويه ديال الروح ديال اللوز كنطربهم مزيان. كنشد داك سميتو العجين تاعي بعد ما ورقتها كناخذ اطار كيف ما كان دائري ولا على حسب الرغبه ثاني كنقطع وكنوضع شويه معلقه ديال داك الكريمه وكنغطي عليها ثاني بالعجينه اخرى وكنشنها في الجناب هي كنخليها حتى كتخمر وكندهنها تاير صفر تعبيضه وكندخلها الطيب ونقدم بالصحراء. والله يعطيك الصحه. كنعتذر منك انه عاودتي شناك ولكن على حسب طلبات المستمعات. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك. انا للاسف ما بقاش الوقت باش ناخذ يعني الاقتراح الثالث من عندك وان شاء الله اكيد انت مستمعه وافيه مولات الدار يمكن لك توصلي معنا في اي وقت. شكرا لك بزاف سنة العنبري. نديرو فاصل على ميد راديو ورجعنا لكم مستمعنا. نرجعوا دائما نستقبل مكالماتكم الهاتفيه المباشره واللي مرحبا بها دائما. غادي ناخذ ام سلمى من الرباط. الو الو صباح الخير سناء. صباح النور. اهلا ام سلمى لاباس عليك؟ الله يبارك فيك انا وليك يخليك الطاقم كامل ان شاء الله يا ربي امين. كل عام والمراه المغربيه بالف خير ان شاء الله. انا نعطيك اقتراح ديال الهبه من مراكش اللي بغات البروسيط قالت لك اييه التوابل اللي كنديروا في واخا. ونعطيك هاد السيده اللي اتصلت دابا قالت لك بغات هذاك ديال الشعر الترطيبه واخا ديال السيده ديال الاتاي واخا لو سمحتي نبداو في الترطيبه بعدا. اييه واحد صاشي ديال الاتاي وقالت غناخذوا الخزامه واخا نديروهم في كاس ديال زيت عاديه ماشي زيت العود ويغلى هادشي كامل ومن بعد نخليوه 10 دقائق في شعرنا من قبل ما نمشيو للحمام او قبل ما نوصلوا للدار هكا واخا. لنا صاشي ديال اتاي نزيدو عليها الخزامه مطبوقه هادشي يغلى في كاس ديال الزيت العادي من بعد نخليوه 10 دقائق مرقد ونديروه على شعرنا وعاد باش نمشيو للحمام من بعد فهمة. اييه وهيبة غادي نعطيها اقتراح ديال بروشيت ديال لاتاند هي العطرية اللي ممكن نديرو في بروشيت ديال بيبي بروشيت لاتاند كنديرو فيه زعتره نص معلقة معلقة ديال سكينجبير خضر معلقة ديال سكينجبير عادي نص معلقة ديال البزار البيض ما كنزربش لا لا عندنا ثومة مدقوقة جوج ديال دروس ديال ثومة مدقوقة نص حامضة بحال هكا تكون نص كاس ديال الحامض قشرة محكوكة ونص حامضة معصرة كنديرو ما كنديروش كمون كنديرو ملحة ملحة نص معلقة ديال البزار ديال القزبر سمحي لي قزبر حبوب مدقوق ايه القزبر حبوب مدقوق ياك كنرقدو هاد العناصر كلها في داك لاموطارد وفي كاس ديال الزيت مخلطه ما بين كاس الزيت ديال المائده وزيت العود كنديروا هادشي كله كيترقد ليله كامله في الثلاجه هي حتى ديك يعني ديك ملي كيترقد راه ليله كامله كيجي يعني كيجي جلد كيجي في ديك الكاليقه ما تدخل في ديك العطريه هو كيجي من راسو الصباح ان شاء الله كدير في ديك العويدات ديالها وكدير واخا كديروا في مقله اللي ما كتلصقش بلا ما كتشوي كاع الفران العين ما كتلصقش وكديرو كيعطيك كيجي مزيون فعلا يمكن ديرت البروشيت ديال اللحم ولا ستيك ديال اللحم نفس العطريه تلذذ بها المهم هو ترقدوا ليله كامله يكون حسن ولا في الصباح ولا بغات ديروا الغداء ترقدوا بالليل ولا في الصباح بكري زيد عليه معلقه ديال السوجه الصباح ولا البروشيت ديال اللحم ولا البروشيت ديال لادن ولا حتى جناح ديال الدجاج كدير لهم هاد الاقامه فعلا كيجي مزيان صافي الله يعطيك الصحة. شكرا لك بزاف أم سلمى على هذه المساعدة وعلى هذا التواصل ديالك الطيب. شكرا. ناخذوا الله يبارك فيك. ناخذوا مكالمة أخرى. فاطمة من الدار البيضاء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمة مرحبا. الحمد لله الله يبارك فيك. الله يخليك. نشكرك على هذه البرامج. الله شكرا لك بزاف الله يبارك فيك. كنشكر جميع الأخوات كل شيء كل واحد بسميت. مرحبا بسلامك. شكرا. الله يخليك. عندي القص. إيه. عندي غلبة سميدة واخا ممكن ناخذ اقتراح من عندك لانه مقشنا الوقت واخا يلا ناخذ القص يلا واخا سميتو عندنا نسيتو ديال الحليب فايت نسيتو ديال الحليب اي فايت فايت كاس زيت العنبة ايه كاس الكوك العنبة الحلوة كاس ديال الكوك جوج خمارات الحلوة جوج خمارات الحلوة ياك ما كنزوجش واخا نسيتو ديال الحليب فايت قلتي لنا وكاس ديال زيت العنبة وكاس ديال الكوك وجوج خمارات الحلوة اييه شويه خميره ديال الدار على حسب اذا كانت هذا راه كت يمكن يزال كاس ونص ديال السنيده
كاسون. لا ما كنتيش باغي على حسب الحلاوه تنقصي ما ديريش كاسون على حسب. واخا الحلاوه على حسب الذوق. على حسب الذوق. جوج بيضات. جوج البيضات. شويه ديال الملحه. نص كاس ديال المزهر. نص كاس ديال المزهر. وكيك على حسب خاطر هذه ما كتديك ما والو انا تنصاوب هذه شي مجربه يعني كتخلطي مباشره كت شنو هادو ما كيدالا في خلاط لو نجمعو غير بيدينا يتخلط مزيان صافي. انا راه مجربه ماشي مجربه شحال مره كنديرو يعني ما تستجيبي بدا الكيلو والو كتشكو السيده اللي عطاتو ليا. سميتو كتخلطي وكتحطي في لاطه كدهني لاطه وكتحطي وكدهني غير مرة كعرف نجمعي السيده ولا تبغي ديري في سنيده المهم شوفي على حسب. نخليوه يخمر المره الاولى ياك؟ نعم نخليوه يخمر المره الاولى. واخا نخليوه يخمر عاد ندهنوه. واخا عاد ندهنوه. واخا في مقادير بسيطه. واخا شكرا لك. كيجي ساهل يعني ما كطابش ما ندير كيلو والو جربوه ان شاء الله غادي نجربوه نردو عليك اخبارك. كنشكرك بزاف فاطمه كنعتذر لك انه عندك اقتراح ثاني ديال الغريبه. مرحبا بالوفاء ديالك. الله يبارك فيك الله يطول عمرك وشكرا لك بزاف. تحيه لكل المستمعات كنشكركم بزاف على تشجيعاتكم الطيبه وعلى كل ما كتقدموا البرنامج اليوم. تحياتنا لفاطمه مشكور على هذا الكروس انت والسيده اللي قدمت لنا هذا الكروس. وكذلك ناخذ مكالمه معنا سعاد من تيزنيت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سعاد لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله يسلمك بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله كل شيء على خير بارك الله فيك. شكرا اختي سنة. نظرا للوقت ما بقاش نشرب واحد الحليوه ديال الكوك. كناخذ اقتراح اقتراح. زوينه وداك الشيء. واخا عندنا واحد ثلاثه كيسان ديال الكوك. دابا كان عندنا الكيسان ديال الكوك اللي كنعبروا بهم الكاس الكبير ديال العنبه. ثلاثه الكيسان ديال الكوك. الكوك يكون باش نعرفوه راه جديد وداك الشيء ما يكونش صفر ولا قلبناه باليدنا وداك الشيء كيكون فيه واحد ليدام. اييه كيكون الريحه ديالو طيبه فعلا كتكون ريحه الكوك. اييه ما يكونش ناشف. ما فيه هذا نعرفوه هذا قديم وكيعطي واحد البنه تاني درتي به الحلوه كيعطي واحد البنه خايبه شويه جده. عندنا ثلاثه الكيسان قلنا ديال الكوك ديال العنبه كبار العبار ديال العنبه كبير كاس كبير. اييه وعندنا واحد الكاس واحد بنفس الكاس عندنا كاس واحد ديال السميده رقيقه. اييه صافي هادو هما بالنسبه للكوك الكوك والسميده رقيقه. اييه عندنا الكاس الصغير اللي كنقولوا ديال العنبه الصغير ديال الزبده دايبه. واخا وعندنا كاس صغير ديال 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 السنيده. اييه وعندنا واحد جوج معالق ديال الكونفيتير داك اللي ماشي داك اللي كيكون جاري داك اللي كيكون جامد شويه. هذاك الكونفيتير هو اللي كيجعلها تبقى رطبه ما كتشربش ما والو. وعندنا واحد البيضه. اييه وداك هي الخميره ديال الحلوه. واحد القشره ديال حامضه. اييه كنخلطوا هذاك البيض هو والزبده والسنيده حتى كنخلطوهم مزيان وكنزيدوا عليهم مباشره كنزيدوا عليهم السنيده. وكنخلطوهم مزيان وكنبقى نزيدوا صافي المسائل يعني الخميره ما غاديش نزيدوها غادي نخلطوا كل شيء وغادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه. هكذاك ربع ساعة العجينة ترتاح. بعد ديك السميدة باش تشربنا شوية وكيتزيد داك العجين كتزيد تجمع على كنزيدو ديك الذكية ديال الخميرة. واخا وكنخلطو كلشي وكنكوروها وكنشدو ما نغطسوش ليها الوجه ديالها في الماء الزهر كنديرو عين اليد ديالنا باش ما كتجينا فاسدة وداك السكر كلاصي كي صافي كيشربو داك الماء. يعني دينا غطسوهم في الماء الزهر ونلبوها بها. وكاينة واحد إلا بغينا ننوعوها اختي سنة كاين ديك بودرة الكاكاو ملي نكورو ديك الحلوة وداك الشيء إلا بغينا ننوعو مثلا نديرو نوع نص المزهر الوجه ديال الأخرى نص مثلا ولا هذا كنغطسوه في داك ديك البودرة ديال الكاكاو. واخا بغينا باش ننوعو صافي وكنشعلو الفران حتى كيسخن شويه وكتبدا العافيه من الفوق ديالها وكنرخفوا العافيه الفران يسخن وكنقصوا العافيه راه كتشقق ونخليوها من ملي كطيب وتحمر هي راه ما خصكش تشوتي الفران دغيا كطيب. وكنخليوها ملي نخرجوها من الفران كنخليو كنخلي ما نسوهاش تدوز واحد ربع ساعه تقريبا نص ساعه نهزوها نديروها في شي بواطه وراه كتبقى لينا واحد المده طويله وكتبقى معلكه وزوينه. الله يعطيك الصحة سعاد. يعني عندي بزاف ديال الاقتراحات ولكن نظرا للوقت وداك الشيء كنسلم عليهم. ما كاين بس. وكندارك ليهم في 8 مارس وباقة ورد من عند سعاد من تيزنيت الاخوات ديالي اللي كيشجعوني في تيزنيت وجميع المغربيات وكنقول لهم الله يعطيكم الصحة. الله يبارك فيك والله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف على هاد الكلمة الطيبة في حق المرأة المغربية وفي حق كل مستمعات برنامج لا مولاتي. شكرا لك بزاف سعاد من تيزنيت وكل المستمعات وكنعتذر اللي يعني بغاو يتواصلوا معنا ما بقاوش لهم الخط كانت معنا عاطفة من أكادير للأسف ما بقاش لنا الوقت باش ناخذوا المكالمة ديالها وديال كل المستمعات. فتحية المرأة المغربية فين ما كانت في العروبيات في البوادي في القرى يعني في أقاليمنا المغربية
خارج المغرب وداخل المغرب كنوجه لهم تحيه كبيره وكل عام المراه المغربيه ان شاء الله بالف خير ودائما ناجحه وتقاس نفسها يعني وسعيده باش تسعد كل من حولها سواء اسرتها زوجها اطفالها يعني محيطها المهني وحتى محيطها يعني في المجتمع اللي كنعيشوا فيه. فتحيه المراه المغربيه. لقائنا مع المراه مازال متواصل رفقه سكينه سلماوي برنامج سيداتي وسادتي. غادي نتلاقاو غدا ان شاء الله في لقاء صباحي متجدد في برنامجكم برنامج المراه الطفل والاسره. لاله مولاتي لكم تحيه كل مساعد عقل في الاخراج والبرمجه الموسيقيه لبنى اهاز مشكوره في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه تقضيوها برفقتنا على ميد راديو اذاعه الاسره المغربيه. صباح الخير عليكم برنامج لاله مولاتي ويا لاله مولاتي ويا لاله.